القضاء محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، وهو المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف في الواقعة المأساوية بالتأكيد اللي شهدناها جميعا. كانت ضحيتها فتاة في العشرينات من عمرها، اتقتلت غدرا على يدي زميلها. بأن المستشار حمادة الصاوي النائب العام كان قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة، وأحال المستشار محمد لبيب المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم محمد عادل عوض إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، والذي تضمن أنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية قتل الجاني المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك. وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخطط لقتلها حدد فيه توقيت أداء اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، ويعني عين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكين بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة وباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فوالى طعنات عليها ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض إنه هي تنقذ الموقف، ولكن لم تجدي بنفع. الآلات الموصوفة بتقرير الصفة حال إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض بدون إذن قانوني، وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرار بحظر النشر نهائيا في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم. إذن منذ قليل قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، وهو المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف زي ما تابعنا.